شباب بلدية برج بن عزوز وناس الخير برج بن عزوز اتفقنا كمجموعة أن نتجه لأحد مساجد بلدية برج بن عزوز وبالضبط مسجد السنة ببرج بن عزوز. اليوم قمنا بحملة تنظيف واسعة لهذا المسجد، إذن نرجو إن شاء الله من شباب بلدية برج بن عزوز أن تكونوا بكثرة في الأسابيع القادمة. يعني قررنا في كل جمعة إن شاء الله على الساعة 2:10 أن نجتمع في أحد مساجد بلدية برج بن عزوز في عملية التنظيف إن شاء الله. فقط كونوا خيرين وكونوا بكثرة إن شاء الله، وجزاكم الله خير. Thank you.
Thank you.